السلام عليكم متابعي قناة مصطفى القاسم. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفو تصحيح ديال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المهنية مسلك الصيانة الصناعية الدورة الاستدراكية لسنة 2018 الجزء الثاني لفترة ما بعد الزوال لمدة الإنجاز ديالو ساعتين. إذا اختصار الوقت دونك غنشوفو لا بخوميييغ بارتي اللي هي ترانسميسيون دو موفمون والسيركول بنوماتيك هيدروليك. غنمشيو مباشرة لإكزارسيس. فوالا لا بخوميييغ بارتي اللي هي ترانسميسيون دو موفمون والسيركول بنوماتيك هيدروليك على حساب السيستيم اللي عطاونا سيزاي هيدروليك. فوالا ديما السيستيم خصها تكون فيه بارتي ديال ترانسميسيون بارتي ديال الهيدروليك أو لا بنوماتيك. فوالا إذا هنا في هاد السيستيم كيف ما كتلاحظو عندنا فاي اون طور ولا فاي دو طور. لا طور اللي كتجي من هنايا فوق الطابليي وكيكون هنا واحد فيران سيراج و فيران دو ديكوباج. فوالا و هاد لابيتي هي اللي ريغلابل باش كتحدد لينا لونغور اللي غاديفينيغ اللي بغيت تقطع. فوالا من بعد تدفع لا طور حتى توصل لابيتي. ابخي لوبيراتور كيضغط على هاد لابيدال، لابيدال كتعطي لونغور الفيران باش يسيري لا طور. ابخي ديكوباج ديالها ومن بعد يرجع الفيران وابخي كطيح هاد لاطون ديكوبي كطيح فوق الكونفويور. الكونفويور اونتريني باغ ان موتور ديكتور فوالا وكيترونسفيريها فيغ لو باك دو ستوكاج ومن بعد الفاكياسيون ديالو من بعد. فوالا اذا كيف ما قلنا السيستيم خاصها تكون فيه اون بارتي ديال ترانسميسيون وان بارتي يكون فيها سيستيم هيدروليك. فوالا اذا هنا في بريزونطاسيون ديال السيستيم غنمشيو مباشرة للتمرين ديال ترانسميسيون إتيود دو سيستيم ميكانيك دو كونفويور. غنشوفو لا ترانسميسيون موطور ريديكتور مكون من ان موطور بليس ريديكتور. الريديكتور فيه بينيون موطور لي هو ان كيعطي الحركة البينيون ولا لاغودون تي دو لاغودون تي لي افيك البينيون تخوا. لو بينيون 3 كيعطي الحركة البينيون 4 ومن بعد كتخرج لينا في لاربط دو سورتي 8. فوالا نشوفو دابا هنا الشيما سينيماتيك ديالها سامبليفي. فوالا لو موتور بينيون 1 2 ابخي 3 اي 4 من بعد لا سورتي. فوالا هنا لي نوطاسيون فوالا لي صطاحو عليهم المسميات. فوالا و هنا لي دوني المعطيات اللي كاينين اللي هي الاشياء اللي معروفه. لا فيتاس دو موتور 1500 تور بار مينوت. لو كوبل موتور 16 نيوتن متر. الروندمون 95%. و لا فيتاس دو سورتي اللي خارجه من ريديكتور 102.63 تور بار مينوت. و زد ان هو عدد الاسنان ديال بينيو 1 و بينيو 2 معطيين بيان سور في المعطيات. غنشوفو دابا لو رابور دو ريديكسيون R يعني الرابور توتال. الرابور توتال نشوفو شحال خرج لينا. دونك هنا عندنا على حساب المعطيات لا فيتاس ديال الموتور وعندنا لا فيتاس ديال السورتي. اذا عطاونا هنايا في المعطيات لا فيتاس ولا فيتاس السورتي وفي لونطري وبغاو الرابور دو ترانسميسيون. اذا هنا ممكنش نحسبوه بلو نومبر دو دون لان ما كاملينش في المعطيات. اذا عندنا ممكن نحسبوه بلي فيتاس دونطري وسورتي. فوالا اذا غنشوفو دابا نمشيو مباشرة للسؤال نجاوب عليه في المكان المخصص ليه. اذا هنا R رابور R يساوي N دو سورتي مقسوم على N دونطري لي سماهم هما الموتور NN. نديرو التطبيق العددي. اذا NS في المعطيات هي 102.63 مقسومة على 1500 يساوي 0.684. فوالا هذا سهل. فوالا السؤال الثاني لي دو زيتاج دونكروناج او لو ميم موديول. اذا غنعتمدو على هادي و لو ميم اونتراكس كالكولي زد 3 اي زد 4. لاحظوا معايا هنا الباريم ديال هاد السؤال هي دو بوان دو بوان ولاحظوا هذا 0.5 يعني ساهل في الإجابة ديالو. دو بوان يعني غادي يكون فيه شوية ديال الحساب وشوية ديال التعقيد. فوالا كيعطيكم الباريم كيعطيكم فكرة على
على السؤال الإجابة عفوا. فوالا إذا هنا لي دوز إتاج دونغروناج غنشوفو كيفاش نجاوبو عليهم. فوالا إذا اللي مطلوب هو زد 3 إي زد 4 اللي في المعطيات معطي زد 1 و زد 2 وعاطينا هاد لونتراكس والموديل عندهم لو ميم أونتراكس و لو ميم موديل. إذا غنشوفو كيفاش نجاوبو على هاد الطريقة على هاد السؤال عفوا. إذا اللي عندنا في المعطيات غادي نذكرو بيهم. إذا عندنا R كتساوي بيان سور سي تان تران دونغروناج كتساوي زد 1 فوا زد 3 مقسومة على زد 2 فوا زد 4. هادي يمكن لينا نختصرو ونحيدو هاد في باش تبان بطريقة أوضح. فوالا ونديرو مباشرة في وحدة. فوالا تساوي شحال الخارج ديالها هي اللي هنا ديجا 00684. عندنا واحد المعطى اخر اللي قالوا لينا في المعطيات هنا عندنا لو ميم اونتراكس ومن بعد لو ميم موديل. اذا لونتراكس كيساوي ام سور 2 لونتراكس ديال ما بين لي بينيون 1 وبينيون 2 هي لو ميم موديل فاكتور ديال زد 1 بلس زد 2. فوالا. وعندنا الثانيه اللي هو الحاله الثانيه اللي هي ام سور 2 ما بين البينيون 3 و 4 زد 3 بلس زد 4. اذا هذا لونتراكس اللي ما بين لي بينيون 3 و 4 وهذا لونتراكس اللي ما بين بينيون 1 و 2. قالوا لنا لو ميم لونتراكس ومن بعد لو ميم موديل اللي قالوا دونك هنا ممكن نختصروا هذه دونك مادام لو ميم اذا هذه كنبسطوا بها و ا غادي نديرو دونك هنا غادي نخرجوا نشوفوا دابا اللي مطلوب مطلوب 3 و 4 اذا 3 و 4 غادي نعزلوهم في واحد في واحد لو كوتي. فوالا اذا هنا على حسب المعطيات اللي عندنا هنا غنجمعوهم في نظمه. اذا هنا لاحظوا معايا هنا اذا زد غناخذوا العلاقه الاولى نخرجوا منها زد 3 على زد 4 اش كتساوي كتساوي 0.0684 هي هادي. وهذا اش غندير لهم غادي نحولهم من هنا 2 غتولي في البسط و الان غتولي في المقام. اذا مضروبه في زد 2 مقسومه على زد 1 وهذا عندنا في المعطيات غنحسبو. وعندنا كذلك الثانيه العلاقه الثانيه غتعطينا نحولو دونك زد 3 زد 4 غتحول هذا الشيء وهذا غنحولو الجعفر باش تبان الطريقه اوضح. اذا عندنا زد 3 بلس زد 4 تساوي زد 1 بلس زد 2. اذا هذه غتكون لي على شكل نظمه. غادي نختصر المساحة هادشي اللي غندير هنا البرهان غتحاولو ديك الساعة مثلا بحال في الامتحان غديرو في ورقة الوثائق وأنا في ورقة التحرير غديرو مباشرة تطبيقات عددية. فوالا إذا هنا شنو عندنا غادي نعاود الندمة كذلك ونشوف شنو اللي ممكن نختزل. إذا هنا عندنا إذا زد 3 مقسوم على زد 4 تساوي ندير هنا الخارج زد 2 ديجا عندنا في المعطيات زد 2 تساوي 85 و زد 1 17. نرجع للمعطيات فوالا هي زد 1 فيها 17 و زد 2 فيها 85. ندير التطبيق العددي مباشرة. إذا هنايا نشوف فوالا هي 0. نحسبو مباشرة باش نختصرو المساحة. إذا هي 0. هي 0.0684 مضروبة في زد 2 اللي هي 85 على 17. ونحسبو شحال الخارج ديالها. هي 0.342 فقط خصو يسار للوقت. هي 0.342 وهنا عندنا زد 3 بلس زد 4 تساوي المجموع ديال 1 بلس 2 يعني 17 زائد 85 هي 102. فوالا إذا هنا إلا لاحظنا نظمة عندنا جوج المجاهيل. مادام عندنا جوج ديال المجاهيل ميمكنش معادلة وحدة تعطينا الحل ديال جوج المجاهيل. إذا خصنا جوج معادلات باش نعرفو
هاد المجهولين. إذا هنا في المضمار نديرو دونك نخرجو نخرج واحد المجهول بدالة الآخر ونعوضو في المعادلة الثانية باش يكون لي الخارج. إذا هنا غادي ندير زد تخوا مثلا، زد تخوا تساوي 0.342 فوا زد 4 ونخلي هاد الخارج هنايا اللي هو زد 3 بلس زد 4 تساوي 102. إذا هنا خصني نكمل الندمة. فوالا هنا نعوض هذا اللي في الأول نعوضه في الثانية ونكمل. دونك زد 3 نعوضها بالقيمة ديالها في الثانية باش يبقى عندي مجهول واحد فقط. فوالا إذا زد 3 نعوضها بالقيمة ديالها اللي هي 0.342 مضروبة في زد 4 بلس زد 4. إذا شنو درنا؟ زد 3 عوضتها بالقيمة ديالها هذه كاملة، عدت بلس زد 4 تساوي 102. فوالا إذا من بعد هي زد 4 ولا عندي مجهول واحد فقط ومعادلة واحدة يمكن نخرجها. إذا زد 4 فاكتور ديال 1 بلس 0.342 تساوي 102 ونخرج. إذا هي زد 4 تساوي 102 مقسوم على 1.342 ونخرج شحال الخارج يساوي 102 مقسوم على 1.342 عطات 76 دون. إذا هنا عطات 76.00. دونك هنا في لي دون خاص يخرج ان نومبر اونتي، عدد كما تيقولوا صحيح، يعني خاص يكون كامل 76 وواحد، يعني يكون عدد كامل ما يكونش فيه الفاصلة ما يكونش عشاري. فوالا هنا إلا لقينا هادي لقينا زاد 4، إذا فوالا إلا عرفنا مجهول ممكن نخرج المجهول الثاني. فوالا إلا تعرف هذا ممكن نتعرف التالي. دونك عندنا 76، أرجع لهاد المعادلة الثانية ونعوض فيها القيمة ديالها وتدخل ليا. دونك خصني دابا زد 3. إذا زد 3 واش كتساوي؟ كتساوي 102 ناقص زد 4، زد 4 اللي هي 76، إذا 102 ناقص 76 تعطينا شحال الخارج؟ 102 نحيد منها 76 تعطينا 26. فوالا إذا هذا هو الخارج. لاحظوا معايا، إذا هادي خارج وهذا هو الخارج. إذا زد 4 فيها 76 و زد 3 26. فوالا حتى إلا رجعنا لهنا البينيو 3 هو الصغير و زد 4 هو الكبير لوجيكمون. فوالا هنا جاوبنا على السؤال بليز أو في واحد شوية ديال الصعوبة، ولكن حتى دو بوان راه تستاهل بيان سور هادشي هاد الحساب كله. فوالا نشوفو دابا السؤال الثالث. السؤال الثالث مطلوب لو كوبل ريسبتور سائر، يعني الكوبل اللي خارج من الريديكتور. نحاول نحسبوه. فوالا لو كوبل اللي خارج من الريديكتور. دونك لان هنا فوالا في المعطيات عندنا الروندمون كيساوي لا بويسونس ديال اللي في السورتي اللي خارجه من الريديكتور مقسومة على بويسونس موتور اللي داخله الريديكتور. امبليك شوفو بي ار دلالات بي ام و بيان سور عندنا هنا avec un PM la puissance du moteur il y a le couple fois oméga le couple du moteur fois oméga du moteur on dirait que c'est très clair le couple du moteur fois oméga on dirait que oméga du moteur je n'ai oméga il y a 2 PNM du moteur ou bien sûr quand c'est resté je te rajoute par radian par seconde تساوي قدامها روندمون في الكوبل موتور في 2 بي ان
ديال الموتور مقسومة على 60. Voilà, et donc, la semaine donc il y a rendement CM de PMM, là, Steam. Et donc, il y a PR, à chaque fois. Voilà, et donc, d'abord, c'est un AODO, un AODO PR, ben, je trouve la raquette à la fois, la raquette à la fois, et donc, on a la raquette à la fois, je trouve la raquette à la fois, je trouve la PR. Et donc, là, il y a PR, تساوي لو كوبل ار فوا اوميغا ار كتساوي سي ار كنعوض اوميغا بشي كتساوي بي ان ار مقسوم على سين دونك فوالا هنا خرج سي ار لهنايا اللي عندي مهمه هي اللي كنحسب كنحاول نحسبها إذن السعر نخرجها من هنايا إذن السعر اش كتساوي كتساوي 60 بي ار على دو بي ان ار 60 بي ار على دو بي ان ار فوالا وهنا اللي مجهولة في هذه العلاقة هي بي ار بيان سور سعر بيان سور اللي بنحسبو ولكن بي ار مجهولة هنايا ميمكنش ان ار عندنا في المعطيات ولكن بي ار مازال ما عندناش ولكن هاي ديجا خرجنا هنا بي ار كتساوي هادشي كامل وراه هي اللي برهنا عليها في الاول وغادي نحاول نعوضها هنا فيها شويه ديال التركيز لاحظوا مزيان دونك 60 الاولى هي 60 دونك بي ار نعوضها بالقيمه ديالها فوالا في الروندمون عفوا فوا هاتما الروندمون فوا le couple moteur fois 2 pi n m sur un système de steam maximum à l'arrière là 2 pi n r voilà là on va y aller là 2 pi est touché mais 2 pi ou steam est touché mais steam je te mets le com voilà steam le star steam ou 2 pi un star là 2 pi في الأخير باش غتخرج العلاقة في الأخير دونك امبليك كو سعر تساوي روندمون في الكوبل موتور في لافيتاس ديال الموتور مقسومة على لافيتاس ديال ريسيبتور روندمون كوبل موتور ان ام ان ار هما اللي يبقاو في الخارج فوالا هادو كلهم عندنا في المعطيات روندمون سي ام و ان ام و ان ار فوالا اذا هادو كلهم كاينين في المعطيات اذا روندمون هي 0.95 مضروبة في سي ام الكوب الموتور اللي هو 16 نيوتن متر مضروب في 1500 الفيدات ديال الموتور كلشي مقسوم على ان ار اللي هي 102.63 فوالا في الخارج في الأخير هو 222.15 نيوتن متر إذا هذا هو الكوبل اللي خارج والكوبل اللي داخل في الموتور هي 16 لاحظوا بأن الكوبل الموتور 16 والكوبل ريسبتور اللي خارج في الأخير ديال الريديكتور هي 222 لافيتاس 1500 و la vitesse de sortie mieux juge. Et là, on va faire ce rabais. Bravo. En se basant sur les résultats obtenus, conclure sur l'utilité du réducteur. Il y a un terme de rabais et je l'ai fait jouer la couple. On a un stingo. Je n'ai rien d'utilité. Il y a le dollar du réducteur. Il y a un réducteur. Je vais vous montrer. Voilà, on dirait. Là, on dirait. Là, on dirait. إذا هذا هو الريديكتور ياك هنا عطيناه واحد لونطري دي كاركتيرستيك في لونطري وعندو كاركتيرستيك في السورتي إذا هنا عندو واحد الكوبل موتور وعندو لافيتاس موتور في لونطري وفي السورتي عطانا واحد الكوبل ديال الريديكتور وخرج لنا واحد لافيتاس ديال الريديكتور غنشوفو كل وحدة القيمة ديالها شحال ونقارنو في الأخير بيناتهم
لاحظوا معايا CM 16 نيوتن متر و CR 222 فاصلة ماشي مشكل نيوتن متر. لا فيتاس ديال الموتور في 1500 تور بار مينوت ولا فيتاس ديال الريديكتور لاحظوا معايا 102.63 تور بار مينوت. لاحظوا اذا هنا شوفوا الكوبل 16 ولا 22 222 عفوا و 1500 ولا 102. اذا لا فيتاس نقصات ولكن بار كونتر لو كوبل زاد ضعف بزاف. دونك لاحظتوا اذا هنا الريديكتور شنو هو الدور ديالو؟ كينقص لنا لا فيتاس. لاحظوا بان لا فيتاس نقصات ولكن ضعف لنا لو كوبل ريديكتور و بار كونسيكون ممكن يحرك لنا اون شارج كبيره بفيتاس صغيره بلو ليجيرمون يعني ما يكونش شي شارج على الموتور. اذا شنو هو الدور ديال الريديكتور؟ فوالا الريديكتور نقدر نكتب واحد الجملة هنايا لو ريديكتور بيرمي دوغمونتي لو كوبل نقولو هاد الجملة دوغمونتي ولا ملتيبلي لو كوبل اي ديمينيي لا فيتاس دو روتاسيون ولا غيدوير لا فيتاس دو روتاسيون. ولكن الدور الاساسي ديالو هو يحرك لنا دي غران شارج بفابل بويسونس. فوالا السؤال الرابع جاوبنا عليه. نشوفو السؤال فوالا. اذا السؤال الخامس غادي يكون في ليتيود ديال السيستيم هيدروليك ديال الديكوباج. لاحظو معنا اذا نشوفو المعطيات ديال الهيدروليك. الديامتر ديال البيستون هو هذا الديامتر الكبير و الديامتر ديال لاتيج هو هذا ديال هاد لاتيج الصغيرة و البريسيون ديال لابومب 60 بار هي البريسيون لي عاطية لابومب لانستالاسيون و الديبي ديال لابومب كيو في كنفولي بكيو أولا كيو في لو ديبي فولوميتريك 6 لتر بار مينوت يعني لي كتعطيني لابومب و لا بويسونس دونطري دو لابومب بي او هي 750 واط. إذا شنو هي لابويسونس؟ يعني لابويسونس لي عاطية الموتور لابومب باش كيدور لا بومب. يعني البويسونس ميكانيك اللي كاينه هنا هي شحال؟ هي 750 واط. فوالا من بعد فواحد السؤال اخر غادي يسولونا على البويسونس هيدروليك اللي خارجه من لا بومب حسبوها ومن بعد نحسبوا الروندمون ديال لا بومب. فوالا اذا هنا غادي نشوفوا السؤال رقم 5 كومبليتي لو شيما هيدروليك سي كونتر فيرا بوزيسيون دو روبو فوالا اون غوليون ديفيرون سامبول دي كومبوزون هيدروليك. على هنا شيما لاحظوا هنا حيدو ما دايرينش البرونشمون ديال الانستالاسيون مطلوب الاتمام ديالها. فوالا اذا اول حاجه غادي نشوفو واضحه اللي باينه. فوالا اول حاجه هادي وهادي بيان سور لي مع الريزرفوار عفوا لي لي مع الريزرفوار. هنا هذا سي ان ديستريبيتور. فوالا لاحظوا 4-3 كوموند الكتريك. لاحظوا هنا عندو واحد البوزيسيون ديال الوسط ديال الروبو اللي هي قالوها ديجا قالو كلمة الفيرا اون بوزيسيون روبو سيتا ديال الفيرا في الروبو بوزيسيون روبو. كنجيو كنديرو هنا كلشي فيرمي كنديرو كاع لي زوريفيس فيرمي. الفيرا قالوها في الروبو اذا غادي يكون ليا مع هادي. فوالا ديما لا بومب مع لوريفيس اللي مقدمها اللي غيكون سد لونطري ديال البريسيون. بيان سو لا بومب ملي كتكون هنا فيرمي اذا خاص باي باس ديال هاد الهيدروليك خاصو يرجع للريزرفوار باش يخدم هاد ليميتور دو بريسيون. ديما تيبروتيجي لا بومب كيما قلنا ديما اون باراليل معاها. ابخي هاد الروتور غادي يكون ليي الفلتر ديما الروتور سواء كان هنا سواء من الجهة الأخرى. فوالا دابا شنو بغينا؟ بغينا لا كوموند سواء من هنا سواء من هنا على حساب ملي محديينش كوموند إلكتريك ملي محديينش فين لونطري فين سورتي. إذا عندنا الحق نديرو لي فلاش الكارو اللي بغينا سواء أغوش سواء أدروات. إذا لاحظوا معايا
مثلا هنا غنديروا هذا ديال لا كوموند ديال الرجوع ديال الروتور ديال الفيران. اذا بغينا يرجع خاصنا البريسيون يمشي من لا بومب ويدخل لهنا باش يدير ليه الروتور ديالو. اذا خاصني اون فلاش هنا، لاحظوا باش هذا الى جا لهنا غيولي لا فلاش طالع باش يرجع الفيران. وبيان سور هذاك لو فلويد اللي كان هنا خصو يرجع يجي هنا يلقى السهم هنايا فين يرجع الروتور. اذا ورا السهم الثاني غنديروه في هذا الكوتي فوالا. هنا كذلك العكس، الى بغينا الى جات لا كوموند من هاد الجي خاص هاد لو كارو يجي لهنا باش يدير ليا لا سورتي ديال الفيرا. اذا خاص البريسون تمشي هاد لوريفيس هذا باش يدير ليا لا سورتي. اذا هنا غيكون فوالا. والتالي هاد الفلويد اللي كان هنا خاصو يرجع يمشي ريزرفوار، خاصو يرجع ليا يمشي لهنا، يجي من هنا لهنا فوالا. ندير لها فلاش بحال هكا فوالا. اذا حنا سالينا ديستريبيتور سالينا راسونس فوالا. نشوفو السؤال رقم 6. السؤال رقم 6 كالكولي لا فورس تيوريك دو سورتي دي فيرا اف اس او دي كانيوتون. اذا هنا فرضوا علينا وحده بغاو دي كانيوتون فوالا. اذا هنا ملي تتفرض واحد الوحده خصنا نحترموها. اذا عندنا العلاقه الاصليه اللي معروفه ديجا، لاحظوا معايا هنا لا بريسيون تساوي لا فورس على لا سيرفاس او لا سيكسيون. مادام ما بغاو لا فورس ديال السورتي روبيراوها ب اف اس، دونك لا فورس دو السورتي. اذا هنا الى بغينا الفيرا يخرج خاصنا نطبقو ليه نطبقو عليه فوالا. باش نرجع للشيما فوالا، الى بغينا الفيرا يخرج خاص البريسيون تطبق في هاد البلاصة هادي. دونك لا سيرفاس، اش من سيرفاس؟ السيرفاس الكبيرة اللي فيها لو ديامتر ديال لا فيزاج ولا ديال البيستون دي بي. اذا غنسميوها اللي قلنا ديجا نقدر نسميوها اس ان باش ما تطلعش من على السيرفاس الكرة الصعبة كما شرحت في واحد الفيديو سابق في واحد التسهيل ديال امتحان اخر. اذا نسميها اس ان فوالا. اذا امبلي كو اف اس لا فورس دو سورتي كتساوي لا بريسيون فوا لا سيرفاس اس ان. افاك اس ان شنو كتساوي؟ اس ان ديجا قلنا المساحة ديال الدائرة هي بي مضروبة في ديامتر بيان سور ديال البيستون ثم دي بي او كاري مقسوم على 4. ونحسب الخارج ديالها شحال ولا نعوض بالحروف. اذا لا بريسيون ديجا عندنا، لاحظوا معايا لا بريسيون كاينه 60 بار، عطاوها لنا بالبار فوالا. والديامتر عطاوه بالسنتيم، دي بي هي سنتيم سنتيمتر فوالا. حاجه اخرى اللي بغيت نلاحظ اللي بغيت نذكركم بها هي ملي طلبوا لنا الديكانيوتون، اذا الديكانيوتون خاصني بريسيون تكون بالباغ والديامتر يكون بالسنتيم، وندير لهم الحساب ديالهم غادي يخرج ليا لا فورس ديكانيوتون مباشره فوالا. اذا غادي ناخذ البريسيون اللي عندي اللي هي 60 مضروبه في 3.14 فوالا. نصحح 3.14 في دي بي لو ديامتر ديال لا ليزاج اللي هو 5 سنتيمتر، دونك او كاري مقسوم على 4. اذا الخارج ديال اف اس تساوي 11.77.5 ديكانيتر فوالا. اذا غتخرج مباشرة بديكانيوتون لان عندي الباغ مضروب في السنتيمتر مربع فوالا. دونك السؤال 7 جاوبنا، السؤال 6 جاوبنا عليه، ندوزو للسؤال رقم 7. اذا السؤال رقم 7 فوالا تنو ساهل الاجابة ديالو. اذا عندنا كالكولي لا فيتاس دو سورتي في اس اون سنتيمتر بار سكوند ديال الفيران. عطو معايا الواحدة ديما كي الا فرضو انا شي واحد اخر نحتارموها. إذن عندنا العلاقة الأساسية V فوا S فوالا، Q V ولا Q فوالا، هي لا فيتاس فوا لا سيرفاس. هنا شكون اللي كيتغير أش من فيتاس وأش من سيرفاس على حساب المطلوب. بغاو لا فيتاس دو سورتي، إلا درت أنا لا سورتي كتماشى معاها لا سيرفاس أن، لا سيرفاس كبيرة لا سورتي. إلا درنا لونطري كندير لا سيرفاس دو اللي ناقصة، اللي ناقص منها لا سيكسيون ديال لا تيج. فوالا اذا امبليك كو في اس تساوي
UV مقسومة على S واحد، ونخرجو نديرو تطبيق، عفوا نديرو هنايا S ان اللي هي بي مضروبة في ديامتر أوسيتون مقسومة على 4، و 4 غادي تطلع الفوق غتولي 4 فوا كيو في مقسومة على بي في القطر ديال بيستون أو كاري. فوالا التطبيق العددي هي 4 فوا نشوفو دي بي شحال القيمة ديالو في المعطيات. دي بي عطاو لينا 6 لتر بار مينوت، 6 لتر بار مينوت، نقدرو هاد لتر إلا باقي تذكرو 1 لتر كيساوي 1000 سنتيمتر مكعب. فوالا علاش درت سنتيمتر؟ سنتيمتر لأن هنا عندنا ديامتر غنخليه بالسنتيم، هنا غيبقى هنا السنتيم وغنبسط به وغادي غيدخل ليا مباشرة بالسنتيم، غادي نخلي السنتيم والسكوند غادي نحول ليها من بعد. إذا دي بي عندنا بالليتر باغ مينوت، عندنا هنا 6 ليتر هي 1000 سنتيمتر مكعب، والمينوت هي 60 سكوند، هي 20 سكوند، ولكن غادي نولي مقسم على 60، إذا غتولي هنا 6 مقسومة على 60 مضروبة في 1000، إذا 6000 سنتيمتر مكعب مقسومة على 60، وبيان سور غتولي هنا سنتيمتر مكعب على السكوند. فوالا هي دونك غتبان هنا غتولي سنتيمتر مكعب مقسومة على السكوند، وكاين غتولي عندي 6 مقسومة على 60 لو تو مضروب في 1000 ولا 10 أو 3. فوالا إذا هي اللي غنرجع ليها هنا وغندير التطبيق ديالها. فوالا إذا هي 4 مضروبة في 6 في 10 أس 3 مقسوم على بيان سور بي اللي هي 3.14 مضروبة في ديامتر اللي هو 5 أس 2 مضروبة قلنا في 60. هاد 60 هي ديال حولتها من باش نحول من مينوت للسكوند. فوالا وهاد 10 أس 3 هي اللي قلنا باش نحول من لتر للسنتيمتر مكعب. إذا لاحظوا معايا هنا غادي يولي عندي هنايا سنتيمتر مكعب مقسوم على سنتيمتر مربع مضروب في السكوند. سنتيمتر مكعب مقسوم على سنتيمتر مربع غادي تمشي وحده مع جوج، وغتولي عندي هنا فقط في البسط سنتيمتر، وهنا غتولي عندي السكوند. فوالا غتولي سنتيمتر بار سكوند هي اللي مطلوبه في السؤال. إذا نشوف الخارج مباشرة غتعطيني الوحدة في الأخير بالسنتيمتر بار سكوند، هي اللي غتعطيني في الأخير. إذا هي 4 مضروبة في 6000 على 3.14 في 25 في 60، ونشوف الخارج. الخارج عطانا هي 5.09 سنتيمتر بار سكوند، هذا هو الخارج اللي بغينا نتوصلو ليه. لا بريسيون هيدروليك، السؤال رقم 8 مطلوب لا بريسيون هيدروليك. إذا لا بريسيون هيدروليك رمزو ليها بي اس بالوات دو لا بومب. إذا ديما لا بريسيون هيدروليك بي اس تساوي، عفوا لا بويسونس هيدروليك، خطأ في النطق، لا بويسونس هيدروليك، لا بويسونس كتساوي ديما لا بريسيون فوا دي بي، أنا سماو كي في ولا بريسيون. فوالا إذا لا بريسيون فوا دي بي هادي هي العلاقة الأصلية. لا بويسونس كتخرج ليا بالوات، ولكن خصني ندير البريسيون خصو يكون بالباسكال، و دي بي خصو يكون بالمتر كوب بار سكوند. هادي هي لا فورمول هي الأصلية، ولكن لا فورمول هي براتيك اللي ديجا شرحتها لكم. فوالا اللي خصني ندير، خصني ندير لا بويسونس، ندير هنا ندير لكم هنايا، دونك لا بويسونس هيدروليك، دونك شنو ندير، خصني البريسيون ملتيبلي في دي بي مقسومة على 600. فوالا هادي لا بريسيون ممكن نخدم نديرها بالبار، نديرها بالبار، وهادي نديرها بليتر
par minute, ou elle est notre réalité de kilowatt. Voilà, on va estimer notre réalité. Elle est la formule pratique. بسهلة و أغلى ديال التمارين كيعطيونا بريسيون بالبار و كيعطيونا ديبي بالليتر بار مينوت. إذا بلا ما نحتاج نبقى نحول الوحدات الأساسية. إذا ممكن نخدم بالوحدات اللي هما أوزيال اللي كيتستعملو و نقسم على 600 و كندخل فيها بالواط و ديك الساعة نحول من كيلووات للواط كتجي ساعة. إذا هي اللي غنديرو دابا حاليا غندير بي إس تساوي البريسيون بالبار كاينة هي 60 مضروبة في 6 لتر بار مينوت. إذا 60 بار مضروبة في 6 لتر بار مينوت مقسومة على 600 تساوي 0.6 قلنا كيلو وات. 0.6 كيلو وات ساعة نحولها الوات ملتيبلي فوا 1000 نضربها في 1000 غتعطيني هي شحال هي 600 وات. إذا بي إس يعني لا بويسونس هيدروليك هي 600 واط. فوالا هذا هو الخارج اللي بغينا. اما هي الا جينا نديرو بهاد الطريقة ديال باسكال نضرب في متر كيوب بار سكوند تعطيني بالواط. هاد نحول باسكال ونحول متر كيوب بار سكوند هتجي صعيبة شوية وتقدر يوقع شي خطأ وبالتالي يخرج ليا الخارج خطأ في الأخير. إذا أسهل طريقة هي لا فورميل براتيك هي هادي فوالا وتخرج ليا ديريكتوم بالكيلووات ونحولها تحويل من الكيلووات للواط ساهل نضرب في 1000 وتجي ساهل. بارفوا الى ما فرضوش علينا الوحده راه هذه كافيه الاجابه، ولكن الى فرضوا علينا الوحده كنمشيو الوحده اللي مطلوبه منا هي الوات. فوالا من بعد الروندمون نحسبوا الروندمون ديال لا بومب. فوالا اذا الروندمون كيساوي لا بويسونس دو سورتي مقسومه على بويسونس دونتري. بويسونس دو سورتي بويسونس هيدروليك مقسومه على بويسونس ميكانيك اللي داخله لا بومب. ونحسب مباشره بي اس هي ديجا حسبناها فوالا مقسوم على بي او اللي هي 750 حسب المعطيات. اذا تساوي تقريبا 600 على 750 تعرف هنا 0.8 اللي هي دابا نحولوها النسبة المئوية هي 80%. اذا الروندمون ديال لا بومب هي 80% او لا 0.8 حتى لهنا راه الاجابة صحيحة الا زدنا هاد البورسونتاج مزيان. فوالا اذا حتى لهنا سهل الامتحان 80 ديال الترانسميسيون هي الهيدروليك. فوالا اذا سلام عليكم.